المجلس السابق ما كانش اغلبيه، كان اكراهي ديال الاغلبيه باش تجمع على النقط، ولكن كذلك ما كانوش كيجوزوا النقط اللي ماشي هما هادو اللي ما فيهش المصلحه العامه للبلاد والمدينه، ما كانش كيجوز. ما عليهم انهم جاوا وجوزوا نقط داخل المعارضه. الملف ديال الدكالي السي عصام، شكونوا واضحين الملف الدكالي في المجلس السابق، هذا الملف الدكالي باش ننور حتى الراي العام وسمع نشوفوا شكون اللي كيبغي مصلحه البلاد والامه وشكون اللي ما كيبغيش. الملف الدكالي هذا واحد الملف شراه واحد مسمي الدكالي ديال التنس، هادي ملف شراه 90 مليون 900000 درهم، شراه من المحكمه دخل على غورجا. الملف هذا بغى يتعوض في اطار نزع الملكيه، بغى يتعوض مزيان، جا في المجلس ديال الدرهم. انا داك كنا احنا في المعارضه ما جوزناش لان عنضروا بالمصلحه ديال المدينه. السيد شرى 900000 راه تحمل المسؤوليه ديالو، راه تما نهار اللي شرى شرى الملف ديال التنس، مع العلم ان كاين ناس تما عندهم 30 عام ديال الدعوه لنزع الملكيه وما تعوضوش. كنا ضد هذا الملف، وقف في المجلس اللي جا موراه جات العداله والتنميه عملت الفيتو على ذاك الملف. والغريب في الامر بغات تعمل معاه المقايضه. شنو هي المقايضه؟ اننا نعطيوه واحد البقعه ارضيه في شارع السلام بمليار ونص، 30000 درهم كيتعمل تما 500 متر، شحال كتجي؟ مليار ونص. نعطيوه للسيد الدكالي اللي شرى ملف 90 مليون، مع العلم ان ذاك مليار ونص واش دغيلان؟ واش دخيل؟ لا، هذاك راس مال لا مادي للمواطن في مدينه طنجة، وعطاوه له السي عصام. هالمواقف هالمواقف في المعارضه ديالهم دائما، وحنا في الاغلبيه، الملف ديال كلوب بيكستر ديال الفروسيه، كان واحد السيد تما مقاول ما نسميهش، شرا ديك الطرف الارض هذاك ب 80 بخسين دراهم معدوده 300 درهم. واش كاين شي عرض 300 درهم في كلوب بيكستر؟ فين كان كاين دابا كاريفور؟ شرا ب 300 درهم وعمل فيها ان بروجي على اساس انه يزول كلوب بيكستر من تما ويبني واحد اخر، ما بغيناش، لان هذاك دائما كنعاود نقول راس مال لا مادي للمواطن في مدينه طنجه، ورفضنا مع العلم انهم جوزوهم ونزلوا بالثقل ديالهم. عرفتي السي عصام علاش؟ لان هذا المقاول هذا كان انذاك في حزب العداله والتنميه ومن الممولين ديالهم. دابا فين مشى؟ دابا بدل الخيار ديالو، مشى لحزب اخر. شنو داروا هما؟ دابا حاليا هما كيحكموا، وقفوا له مشروع استثماري في مدينه طنجه بقيمه ديال 25 مليار. فين وقفوه؟ وقفوه في الديروغاسيون في لجنه الاستثناءات. 25 مليار مشروع استثماري فيه فرص الشغل، فيه ضخ 25 مليار دورة المالية ديال مدينة طنجة، في عدة امتيازات ونتائج التي ستنعكس على المجتمع في مدينة طنجة. رفضوه له لأنه ما بقاش معاهم. هذا هو المنطق، هذا هو المنطق ديال التعامل العدالة، وهذه هي المصالح اللي كانوا كيدافعوا عليها، والمصالح اللي كيقولوا احنا ضد الساكنة في مني مكان. هي باش نوضحوا الرأي العام. السيد مارس عليا فين كيقول هو بأن نحن ديكتاتورية المعارضة، هو مارس عليا ما يسمى بالقمع الديمقراطي، ما خلينيش نعبر على الراي ديالي، وهذا قمع، هذا قمع من الاغلبيه اللي خلق الله اللي كيقول هو.